جايه اتفسح في ميدان التحرير واشوف بلدي، اطمئن على بلدي وعلى جيشي وعلى رئيسي. رئيس ده حبيبنا اصلا، واحنا وراه في كل خطوه، احنا وراه، محدش هيقدر يجي ناحيته. مفيش حاجه اسمها حكم عسكر، البلد دي ما حكمتهاش، ما حكمتش الجيش والشرطه والمباحث دي، ما تسواش 3 مليم. ما الرئيس ركب عمل ايه؟ جاته نيله عليه وعلى دقنه المأمله، فقرها وخربها وذبح الجيش وذبح الشعب، الله يحرقه. خرب البلد، عمل ايه؟ فقرنا سنه واحده، خلانا جابنا على الارض. لكن الرئيس من ساعه ما ركب وشه حلو علينا والبلد في امان والبلد زي الفل والشباب زي الفل وطلع فرص عمل للشباب. ايه تاني عايزين يا مصريين؟ عايزين المصريين تعقل وتهدى. اللي مركبينهم الشياطين وبيقبضوهم الدولارات، المكريين ولاد الكلب. يبصوا لان هم اصلا مصريين برضو، يشتغلوا بعرق جبينهم بدل ما بيسرقوا ويقتلوا ويذبحوا ويراعوا البلد ويخافوا ربنا فيها. ده اللي احنا هنقوله. وتحيا مصر، تحيا مصر 3 مرات، ربنا يحفظ رئيسنا.